محمود انت من اول الفنانين اللي عملوا موقع باسمهم على يا عم تلاقيش ما نجس انت عشان عايز ما قالوا لي لازم تبقى تتموقع انت حضرتك بتشرف على الموقع ده بيبقى ليك رؤيه انا لا مش شايف في ناس بتشرف عليه دعمك لغزه وشفنا دعمك لغزه لا ده مش دعم ده مجرد شعور مواطن وحبيت يعني اعبر عن شعوري لانه كان هي المفارقة اللي أنا حكيتها حتى في الفيديو اللي أنا صورته ده على القصيدة قصيدة الحمل الفلسطيني تصل الكاميرات يعني دي ما كانش ما أقدرش أقول عليها دعم ما أقدرش أقول عليها أنا بعبر عن شعوري وعن خلاص أنا مش هعرف أروح أحارب ما بقتش ذلك الشخص اللي عنده إمكانية القتال وفي نفس الوقت أرى أطفالي أخوتي أخواتي يقتلوا وأنا مش عارف أعمل إيه بس شكرا يا جماعة خلاص يا جماعة شكرا كلمة كده على الأستاذ نفتقد الوقفة دي مع حضرتك يعني أنا عرفت بالموضوع بتاع شريف بس ما عرفتش تفاصيله إيه ولكن طبعا انا اي مصيبه تصيب جميل من الزملاء تصيبني بالحزن ولكن مش عارف اقول ايه انا ما اعرفش الموقف بالظبط لكن اتمنى ان تحب تقول له ايه يشفى طبعا شريف ده من الممثلين الكبار جدا 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 وإن كان لم يعرف إلا مؤخرا يعني أنا نفسي ما كنتش أعرفه خالص إلا لما شفته على الشاشة أما أخذ في مهرجان القاهرة أيوه ممثل أول حتى أنا لما شفت الفيلم غير ما عارف ده مين كان ممثل كبير جدا بعدين عرفت بعد كده اتكلمت معاه وعرفت إن هو هيعيش في الإسكندرية وكده الخبر السيء اللي أنا سمعته ده سمعته من يومين وأنا حزين جدا ومش عارف أعمل إيه بس إن شاء الله ربنا يشفيه كانت وحشانة الوقفة دي مع حضرتك جدا إحنا بنفتقدها يا أستاذ محمود الحقيقة يا ريت تكررها كتير إن شاء الله نورتنا يا أستاذ محمود شكرا لحضرتك